احنا يمكن بقالي يومين في اتصالات مكثفة مع روسيا. النهاردة كان في يعني اقدر اقول اتصال تليفوني طويل مع وزير التجارة والصناعة، واللي من خلاله تم الاتصال بوزير الزراعة والحجر الزراعي. ان شاء الله يعني في طريقنا لحل هذه المشكلة قريب قوي. زي ما انت عارف في وفد هيطلع من وزارة التجارة والصناعة والحجر الزراعي والمجلس التصدير للحصلات الزراعية لمناقشة بعض التفاصيل الخاصة بالمشاكل اللي الجانب الروسي شايفها منهم. بس إن شاء الله أنا متفائل، زي ما بقول بناء على مكالمتي النهاردة المطولة مع وزير التجارة والصناعة ومحادثاته داخل الحكومة الروسية، إن شاء الله في طريقنا الحل. هل تم وقف بعض الشحنات المصدرة أو اللي تم الاتفاق عليها مع روسيا؟ لا لسه ما لحقناش، لان هو القرار كان طالب من 4 5 ايام او من اسبوع يمكن، فلسه لا ما فيش حاجه وقفت، فان شاء الله يعني ما فيش حاجه توقف. وماذا يمثل السوق الروسي لمصر يعني؟ السوق الروسي طبعا سوق مهم كبير. احنا يمكن بعد ما حصل مشاكل ما بين روسيا وتركيا زادت صادراتنا بناء على الخطه اللي احنا عملناها مع روسيا. النهارده احنا بنتكلم في حدود يمكن أكثر من نص مليار دولار صادرات مصرية لروسيا، فهو سوق مهم، ده بيمثل جزء كويس من الصادرات المصرية.